حبيبي خلق ما يرحم يا اخي انت انكلع يا اخي. اللي بعده ابو عمر منين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بصحة وسلامة. قبل بداية المقطع، المقطع هذا حيكون فيه باكيجات 29 فوز و30 فوز حقت اليوفي وحقت مدريد، وحتكون فيه شوية خبر سيء. لكن قبل بداية المقطع، تذكروا برنامج حق الصيدات اللي كان بس لللابتوب بي سي، توفر للجوال وبسعر أرخص، لكن من الحين أقول لك إنه فعال أقل من حق البي سي واللابتوب، عشان كذا حيكون سعره أرخص شوية. تحت في الوصف حيكون في 5 جروبات واتساب تقدر تخشها وتكلم المشرفين عشان اذا تبي تشتري. وبس نبدا المقطع ونبدا مع الباكيجات 29 فوز و30 فوز وخبر سيء. مقطع اليوم جوائز حقت التوب 100 حقت ريال مدريد والجوائز حقت اليوفي 29 فوز ورا بعض، يعني اللي حتشوف قديش الحظ مخيس. وعشان كذا اسم الحلقه نهايه من العدم، الحين يفشلوني فيفا ويطلعوا لي شيء كويس عشان تعرف له، بس ما يطلع شيء. يجيب 29 فوز ويجيب مليون فوز، حظ معفن. ان شاء الله السلسله خلنا الختام خليها في النهايه، بس خلينا نفتح الجوائز. والجوائز وصلت، جوائز توب 100 وجوائز مجمعها من اول، وفي حدث موجود برضو حيكون حظنا مخيس. التشكيله صراحه ما اعرف مين فيها، خلينا نروح نشوف على السريع مره. عندنا دي بروين، لوكاس مورا، ناينجولان، كوليبالي، الحمر. طب واحد بس من اللي شفت اسعارهم، واحد على الجوائز. هذا توب 100 يا اخوان، 30 فوز، ها 30 فوز، هذه السبب من اسباب التوقف من اللعبه. 30 فوز هذا، شايفين يا اخوان 30 فوز، هذا 30 عرق والله حرام. ولا واحد من شفت اسعارهم حرفيا. يعطيني كومان الحين لوكاس مورا، اخ طبعا ما استفيد من شيء، بس يعني ان شاء الله تموت اليوم قبل بكره. لعبه حيوانه، جيبوا جائز زي الناس. خلاص مطور انفور بلجيكي، في ارجنتين. سمعتوا صوته؟ نفس ال هلا ابو الشباب، وين خويك طيب؟ فنتوكل على الله ونقول بلجيكا يا رب، بلجيكا يا رب، بلجيكا 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 بلجيكا. يا عمي اكل صوص اخر، هذا ليه من التشكيل القديمة؟ مين انتو؟ شكله اوكي، ما يمديك تحافظ على هذا محددين ام الباكج على ام ما يمديك تخزن، يعني هذا هيجي قديم. يا عمي على اني ما تنرفزنيش، خلاص يعني مو عشاني لابس ام الطقم حقهم المعفن. وربي تيجي ثالث مرة حقفل الكاميرا واسوي معاك. اخيرا يا شيخ، ما ادري مين في اسباني ولا حارس. انحرقوا كلكم. طور انفورم بلجيكي. ايش هذا؟ الحمد لله ما خرجت، حسبت وايكون من بداية الشريط كان قلت اوه داقليش. بسم الله توكلت على الله. دي بروين بلجيكي، نبغى بلجيكي، نبغى بلجيكي. باكج 230 فوز عرق، واخرتها you
ولا انا حقت ال 29 فوز. اول شيء في لون ايكون مومنت حتى هذا ابو كلب. خلينا ناخذ حق البرتغال. والله احمراني الاول. شوف 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 طلب فله، ما اعرف ايش التشكيله اصلا صراحه. خليني اروح اشوفها وجهي. التشكيله فيها ليفندوسكي فاردي وسون بس ثلاثه، حتى التشكيلات مخيسه يا رجل. بوم 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 ما شاء الله، هذا اللي فيه منه مليون نسخه. وفروا بجيبكم بالله حتى لو هو 90. هاتوا سون. يعرف انه هو مخيس بس ريتنج عالي، بس يعطوك اياه انه مخيس. بكيات اليت 1 29 فوز. شاشات از رانك ووك اوت. توكل توكل بس. صوت اللعبه موجود صح؟ لا والله صوت اللعبه مو موجود. شاشات ووك اوت. ماني ماني اول مرة. اتوقع غالي شوية يعني صراحة، كان غالي يعني. تكفى خليك لسه غالي. ايش مو كذا رخص. شاشات 100,000 وكاوتين ورا بعض. يا 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 اوه مارسيلو. سون كوريا 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 بولندا كوريا بولندا كوريا بو. يا اخي المفروض لما تجيب فوز اكثر نسبة انه يطلع لك لاعب ريتنج تكثر، هذا المفروض يعني. كوريا بولندا كوريا بولندا مو ووك اوت اصلا. كوريا بولندا. باقي باكج 100,000. وبكذا يا شباب وصلنا لنهاية من العدم. صح انه الحساب مو من العدم، لكن بس اثبات وجهة نظر ان الباكجات السنة هذه قلة ادب. 100,000 مو ووك اوت، قلة ادب قلة ادب، تتعب على الفاضي. لكن باذن الله من العدم موجودة فيفا 21. حبدا من العدم، وفي البداية حلعب كل شيء، حلعب كل شيء. التحديات حقت السواب اسويها، والرايفلز والسكواد باتلز وكل شيء وتعريك. ومن العدم حتكون من بداية الشريط. اخذ لك حتى شاشات ما في من بداية حتى لعب رير. ايش هذا؟ من بداية الشريط حتكون موجودة ونعرك فيها مرة 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 بزيادة. هذا وعد مني ان شاء الله باذن الله يتنفذ الين ينزلوا الايكون مومنتس. بعدها يصير الجدول اسبوع مر العصور واسبوع من العدم. هذا السنة الجاية ان شاء الله في فيفا 21. لكن السنة هذه ما اشوف في اي داعي صراحة انه يكون في من العدم، اتوقع انتهت خلاص. لكن الحمد لله استمتعت فيها شوية، كان في يمكن 35 حلقة وصلنا اتوقع. وبس يعطيكم العافية. من العدم ان شاء الله لها رجعة، ولكن حنكمل الان على مر العصور وباكجات الايكون وكود وبس. نفك باكج واحد هنا، نفك باكج واحد هنا. فاللي يسأل عن من العدم جي جي من العدم الين فيفا 21 مطور مون فور مو ووك اوت. ويعطيك العافية على المشاهدة، ونشوفكم مقاطع. اعطوني واحد ياباني، طب جيبوا خوي كوري. بس السلسلة هذه حتكون حساب ما اشحن فيه ولا بوينتايا يا ايه.